أشكر بلدية الحازمي وعلى رأسهم المهندس إبراهيم بن صالح الكرني وكذلك جمعية إعلاميون لشراكتهم في مبادرة تكريم رجال الأمن في الميدان. تم إطلاق هذه المبادرة من بلدية الحازمي وجمعية إعلاميون بمحافظ بيشة الأستاذ محمد بن سعيد بن سبرة وكذلك رجال الأمن في بيشة. نقوم اليوم ببادرة الجمعية الإعلاميون بالشراكة مع بلدية الحازمي. تقوم اللجنة بمشاركة الجهات المعنية الجوازات مكتب العمل الصحة الدوريات الزراعة البلدية. فنحن اليوم هنا في محافظة بيشة في هذه المبادرة نوصل هذه الرسالة، رسالة كل من يقطن على هذه الأرض بالشكر والتقدير وجزيل العرفان والامتنان لهؤلاء الرجال، رجال أمننا البواسل.